اهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا دلوقتي قدام المحكمة الاقتصادية في لايف جديد. منذ قليل او منذ لحظات قليلة اصدرت المحكمة الاقتصادية قرار هام ضد طبيب الكركمين احمد ابي النصر، المتهم بانتحال صفة الطبيب وترويج وبيع منتجات وادوية واعشاب غير صالحة وغير مرخصة. المحكمة حجزت الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين ليوم 20 يونيو 2026، الشهر المقبل لتحديد مصير طبيب الكركمين اللي صدر حكم ضده منذ أسابيع قليلة بالحبس سنتين وغرامة 100,000 جنيه. المحكمة قررت النهاردة تحديد الموعد الفاصل لمصير طبيب الكركمين الشهر المقبل. خليني أقول لحضراتكم إن طبيب الكركمين كان واجه حكم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100,000 جنيه الأسبوع القبل الماضي بتهمة انتحال صفة طبيب وكمان بيع وترويج أعشاب وأدوية غير مرخصة وغير صالحة للاستخدام. كمان يعني طبيب الكركمين بعد صدور الحكم ضده تقدم باستئناف إلى النيابة، أو تقدم باستئناف إلى المحكمة الاقتصادية. المحكمة الاقتصادية النهاردة حددت جلسة النهاردة لنظر هذا الاستئناف المقدم من المتهم، ثم ترافع المحامي الخاص بالمتهم وطالب طبعا ببراءته، وقال إنه وقال إن المتهم ما كانش بيروج لهذه الاعشاب او الادويه، وان هو ما انتحلش صفه الطبيب، ان الناس كانت بتقول له انت يا دكتور، لكن هو ما قالش انا دكتور او ما صرحش بده قدام اي حد. طبعا المحكمه استمعت لاقوال المتهم اللي انكر كل التهم المنسوبه اليه، واستمعت كمان لمرافعه الدفاع زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل. كمان المحكمه النهارده حجزت جلسه 20 يونيو 2026، الشهر المقبل لتحديد مصير طبيب الكركمين. طبيب الكركمين بيواجه ثلاث حاجات، ثلاث سيناريوهات. اول سيناريو فيهم هو تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين وغرامة 100,000 جنيه. اما السيناريو الثاني فهو تقليل هذه المدة وفقا لما تراه طبعا هيئة المحكمة المختصة بنظر القضية. اما السيناريو الثالث والاخير فهو براءة المتهم، ان المحكمة تلغي كل التهم او كل العقوبات اللي صدرت ضد المتهم وتقضي ببراءته. طبعا اي ما كان القرار اللي سيصدر من المحكمة في 20 يونيو المقبل فهو سيحدد مصير طبيب الكركمين. خليني اقول لحضراتكم ان المصير ده هيحدد مصير المصير القضية بتاعة طبيب الكركمين هتتحدد يوم 20 يونيو. زي ما قلت لحضراتكم القرار الذي ستصدره هيئة المحكمة هو الذي سيحدد مصير طبيب الكركمين، إما سيظل سجينا قابعا في السجن نتيجة عقوبته أو يقضي لقضاء عقوبته بالحبس سنتين، أو تقليل هذه العقوبة وفقا لما تراه هيئة المحكمة، أو حتى القضاء ببراءته وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضده. خليني أقول لحضراتكم إن النهاردة أهل أو شقيق وأهل المتهم أحمد أبو النصر كانوا متواجدين أمام المحكمة الاقتصادية اللي إحنا قدامها دلوقتي، وكانوا بيحاولوا يساندوه وهو داخل وهو خارج المحكمة ويقدموا لي بعض المعونة ويصبروا على اللي هو فيه. طبعا حبس سنتين وغياب عن الأهل والأسرة فطبعا شيء صعب، لكن خليني أقول لحضراتكم تاني، أعيد على حضراتكم إن المحكمة منذ قليل حجزت جلسة 20 يونيو المقبل لتحديد مصير طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، المتهم بانتحال صفة الطبيب وكمان ترويج وبيع الأدوية و المحاصيل والغير مرخصة والغير صالحة للاستخدام الأدمي. كمان في بعض الأدوية أو بعض الأعشاب اللي كان بيروج ليها أحمد أبو النصر أو طبيب الكركمين تقدم ضدها بعض المواطنين ببلاغات بتقول إنها تسببت ليهم بضرر أو بعض الأمراض،
ده اللي المحكمة بتنظره، ودي الدعوة بأكملها أمام المحكمة الاقتصادية. المحكمة الاقتصادية قضت في أول درجة بحبس المتهم سنتين ومئة ألف جنيه غرامة. أما في الدعوة، أما في الدرجة الثانية التي ستنظرها أو نظرتها بالفعل يوم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت فيها المحكمة الاقتصادية جلسة 20 يونيو 2026 المقبل لتحديد مصير المتهم والفصل في القضية بشكل نهائي. أكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل القضية والحكم الصادر يوم 20/6 وكواليس هذه المحاكمة على اليوم السابع، فتابعونا وشكرا جدا لمتابعة